صراحه ماشي انا اللي حققت اللي نقدت الفريق. كاين ربان اخر اللي معايا هو السي رشيد رقادي اللي كان حتى هو دار واحد العمل فهاد المهم فهاد الاسبوع قمنا بواحد العمل. وكذلك تنشكر السي رشيد برواس اللي جا ساندنا حتى هو ولو معنويا. الحمد لله اليوم كان عندنا خيار واحد اننا نربحوا ماشي نلعبوا باش نخرجوا من داك النفق الصراحه المظلم اللي كنا تنعيشوه بعد النتائج السلبيه. كيوقع هادشي في جميع الانديه. حنا حاولنا نديروا لو ديكليك اليوم واستعملنا بعض الاساليب صراحه اللي لعبنا على العامل البدني وعلى عفوا على العامل الذهني وكذلك على بعض التعديلات التكتيكيه اللي خلتنا اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم جبنا هاد النتيجه. شكرا.